أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المشهد، ومشهد اليوم مشهد ليبي، حيث يبدو أن الأزمة الليبية في طريقها إلى الحل، انطلاقا من القاعدة التي تقول إن الكلمة الأخيرة والحسم دائما للشعب، فقد بدت آراء الشعب متجهة نحو الحل في هذه الأيام. وهذا ما أكدته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، أن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القوية في إجراء الانتخابات والتمتع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، حيث أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها على موقع تويتر تبين المشاركة الواسعة لكل من القادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد التزاما حقيقيا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي، وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى التغيير. أضافت أن ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك بشرط أن يتم استغلالها بشكل جيد. اعتبرت البعثة الأممية من جانبها أن عملية برلين تعد إطار عمل للليبيين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومهنئة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذا، وبعثت الأمم المتحدة في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل. انطلقت في جنيف اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة ومبعوثاتها الخاصة ورئيسة بعثة المنظمة الدولية في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حيث أكدت في كلماتها الافتتاحية في الاجتماعات أن الليبيين أمامهم فرصة خلال الاجتماعات التي تستمر حتى 5 فبراير الجاري لاختيار سلطة تنفيذية موحدة نحو إجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل 2021، ويبدو أن هذا ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة. نستطلع في بداية هذه الحلقة وفي بداية الآراء والتحليلات التي سنتعرف عليها في هذه الحلقة حول هذا الموضوع رأي الأستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ خالد، تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. استاذ خالد محمود، لانه دخلنا دلوقتي على جديده في عمليه التصويت اللي بتجرى في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وهي اللجوء الى نظام القوائم، بما يعني انه كل مرشح يتعين عليه الان الدخول في تحالفات مع بقيه المرشحين، خاصة وأنه لم يفز أحد بالحد الأدنى المطلوب في جولة الاقتراع الأولى التي جرت مساء أمس. وأيضا اليوم وصلت البعثة الأممية جلسات الاستماع التي ترعاها للمرشحين لرئاسة الحكومة. حضرتك عارف أنه في رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد هناك قائمة بتضم 45 شخصية سياسية مرشحة لرئاسة وعضوية مجلس رئاسي جديد، وأيضا الحكومة المرتقبة على أساس أنه هذه السلطة الانتقالية التي ستتولى الحكم بصورة مؤقتة للوصول بليبيا إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري بإذن الله. أبرز الأسماء المرشحة أستاذ خالد طبعا لتولي المجلس الرئاسي أو للحكومة. هو كان أبرزهم وربما كان أعلاهم حصولا على الأصوات الأمس المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وبالمناسبة هو هنا في القاهرة منذ ساعات، وبعتقد أيضا أنه المشير حفتر ربما في طريقه أيضا إلى القاهرة. في اتصالات مصرية عامة بتجري بشكل واضح. لم يعني في اطار المرشحين للحكومه، ربما ابرز المرشحين هو فتحي باشا وزير الداخليه، والنهارده شفناه بيتنصل من يعني
تبعية الميليشيات المسلحة في طرابلس، وأنه يدعي أنه لما حصلت مشكلته مع السراج وتم إخضاعه للتحقيق بشكل سوري، أنه الميليشيات التي احتجزت من صراطة لعودته في طرابلس خرج بشكل عفوي. طبعا ده مشهد غير صحيح، لكن على أي حال أغى من المرشحين بقوة إلى المنصب، في طبعا مرشحين آخرين محسوبين على بصراطة ومناطق أخرى، لكن الاقتراع اللي حيتم بعد ساعات ربما حيكشف إذا ما كانت لدى أغا حظوظ للفوز بالحكومة أو لا. على كل حال هناك مخاوف من أنه فوز أغا أو حتى خسارته بالانتخابات قد تعني بداية عملية فجر ليبيا جديدة في طرابلس، ما يعني أن هناك ربما حرب بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ما بين أو ضد أغا. لكن يبدو من التقارير ومن يعني تصريحات بعثة الاتحاد الأوروبي أنه الأمر يمكن أن يتم حسمه قبل 5 فبراير، أي بعد يومين. حتى لو تم حسمه ما فيش ما يضمن أنه أولا أنه الميليشيات المسلحة تلتزم بهذا الاتفاق، وثانيا عمر الحكومة أو السلطة الجديدة هيبقى حوالي 10 شهور فقط قبل حلول نهاية العام الجاري، وده مطلوب منها أنها تجري انتخابات وتحضر الانتخابات، ما يعني أنه 10 شهور في إخراج المحتل التركي وآلاف المرتزقة وتفكيك الميليشيات، وهذه أعتقد أنها مهلة غير كافية، خاصة أنه حضرتك عارف أنه مهلة خروج المرتزقة التي منحت 3 شهور من رئاسة الأمم المتحدة ورعاها المجتمع الدولي لم تكلل بالنجاح. على أي حال اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم 5+5 اللي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني يجتمعون غدا في سرت، وربما ده هيكون اجتماع مهم لأنه بيعني انتقال اللجنة من مناقشة الأمور الشكلية إلى الأمور الواقعية والخطيرة، وصلب القضية هنا بيتعلق بملف المرتزقة أولا وفتح الطريق الساحلي ما بين مصراتة وسرت. أستاذ خالد، 10 شهور كما ذكرت حضرتك يعني هي فترة ليست بالقليلة، وفترة ممكن تكون مناسبة لترتيبات سياسية أو لترتيب المشهد السياسي، ربما زي ما ذكرت حضرتك المشهد الميداني أو العسكري إن صح الوصف هو اللي ممكن يكون محتاج لوقت أطول، لكن هل ممكن يكون محتاج لدعم أكبر حتى يتناسب معه الوقت؟ يعني ربما الإدارة الأمريكية الجديدة يعني طالبت القوات الأجنبية بالخروج من ليبيا، هل يمكن أن يزكي ذلك أو يدعم فكرة التعجيل بترتيب المشهد للانتخابات المقبلة في نهاية العام؟ لا مع الأسف، لأنه واضح جدا أنه الأتراك ربطوا انسحابهم أو إخراج المرتزقة بما يمكن أن يحصلوا عليه في السلطة الجديدة، علشان كده هم ما التزموش بالمهلة التي حددت من المجتمع الدولي، 3 شهور فاتوا وعليهم كمان 10 أيام لم يخرج أحد، ولا زالت القوات التركية موجودة في غرب ليبيا، ولا زال آلاف المرتزقة، ودول بيشكلوا عبء طبعا على المشهد في ليبيا. والمشكلة هناك في ليبيا ما هياش مشكلة سياسية، يعني هناك كانت حكومة وكان هناك مجلس رئاسي، إذا كان في مشكلة في المجلس الرئاسي أو الحكومة كان ممكن تغييرهم بدون ما نخش في معمعة أو ماراثون المفاوضات اللي هي محتاجة ناس جهابزة في الحسابات واللوغاريتميات أكثر منهم سياسيين، لأن عملية اقتراع معقدة جدا وخروج من نظام انتخاب مباشر إلى عملية اقتراع بالقوائم وهكذا، والليبيين غير مضربين سياسيا عليها وما سبقش إنه فاتوا بتجربة سياسية مشابهة. المحك الحقيقي هو انه ملف ليبيا ملف امني ليس ملف سياسي، طالما استمر السلاح خارج شرعيه الدوله فالحل السياسي يبقى ضعيفا لانه هناك طرف قادر على افساده، وهنا بتكلم على الميليشيات المسلحه، ثانيا المرتزقه، وثالثا طبعا الطوابق العسكريه. ربما يكون تحليل حضرتك
صحيح، انا طبعا مش من حق ان انا اكده او انفيه، لكن طبعا يعني الراي الاخر احنا مطالبين بعرضه. انا اتمنى اكون غلط يا فندم، واتمنى تمام، اكون انا متاكد متفاهم. من ده استاذ خالد، لكن هو سؤالي لحضرتك فيما يتعلق بهذا السياق يعني تعبير عن راي اخر ليس بالضروره الراي، يعني هي نعم الفكره انه يعني الى اي مدى يمكن يعني الرهان على الفكره المتحققه الان من خلال تحليل التصريحات بانه الاراده الشعبيه الليبيه الان اكبر لتحقيق الاستقرار والامن حتى اللي حضرتك بتتكلم عنه، بصرف لا، النظر غير عن خلافات صحيح، القاده غير صحيح، او المستفيدين من الوضع الحالي. غير صحيح، لأنه الإرادة الشعبية الليبية اختطفت. أنت كان عندك مجلس نواب معترف به ومنتخب بإشراف من الأمم المتحدة، تم تهميش هذا البرلمان الشرعي، والأمم المتحدة عملت برلمان موازي اللي هي مجموعة الـ75 وخدتهم جنيف ومن تونس وغيره، وبدأنا في هذه العملية المعقدة سياسياً، واللي بقول لحضرتك انها محتاجه كانت وقت طويل حتى يتفهمها الليبيون ويتعايشون معها. فكره معقده، ما سبقش فيش دوله في العالم جرى فيها تشكيل حكومه بهذا الشكل المعقد. هو الحقيقه انا بناقش مع حضرتك فكره نظريه يعني في علم السياسه يا استاذ خالد، يعني اذا كان الحديث الدائم في عالم اليوم انه دائما الشعوب هي التي تحل مشكلاتها، من وجهة نظر حضرتك إذا حل الأزمة الليبية وفقا لآخر التطورات سينبع من الداخل كما يتوقع البعض أم محتاج لدعم دولي زي ما حضرتك بتشير؟ شوف، أنا مش عاوز أكون حضرتك متشائم، لكن على أي حال تمام، يعني أنت بتتكلم حضرتك على إنه في حكومة بتشكل أو هتشكل بتتولى السلطة خلال 10 أشهر. أولا مفيش ضمان إن الحكومة دي هتمشي بعد 10 أشهر، أنا بتصور إنها حكومة ستكون في السلطة على الأقل 4 5 سنين. أنا طبعا بحييك على صراحتك وتحليلك الموضوع أستاذ خالد، لكن هل تخشى من تكرار يعني إن صح الوصف أزمة اتفاق الصخيرات بالظبط بصورة أخرى؟ بالظبط كده، بالظبط كده، لأنه الإرادة الشعبية الحقيقية لليبيا مختطفة، والأزمة ليست أزمة سياسية، الأزمة أزمة عسكرية وأمنية بامتياز. طب هل يمكن أن يكون الاتفاق متوازن أكثر بدور اكبر لمصر مثلا على اعتبار ان هي دوله جوار ودوله يهمها طبعا الامن القومي العربي والامن القومي المصري والليبي، وقادره على ان صح التعبير توفيق الاراء بما يتناسب مع ليبيا؟ طبعا احنا يعني حضرتك بنحاول قدر الممكن جمع كل الاطراف والفرقاء الليبيين على مائده مفاوضات واحده، وليس لنا مصلحه سوى ليبيا. كما قلت لحضرتك، وجود المستشار عقيلة صالح اليوم في القاهرة خير دليل على الدور المصري، وأيضا أتصور أنه المارشال خليفة حفتر ربما أيضا في طريقه إلى القاهرة، هو كان في زيارة إلى دولة عربية في الخليج وأتى للقاهرة بناء على اتصالات مصرية، وأيضا عندنا اتصالات مع أطراف في غرب ليبيا، سواء أحمد معيطيق نائب السراج الحالي أو فتحي بشأغة وزير الداخلية، وكليهما أي معيطيق وأغا مرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة. من هنا حضرتك بتتصور أنه الدور المصري ممتد وموجود في ليبيا وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف. ليس لنا مصلحة إلا استقرار ليبيا، وأن تشهد ليبيا ولادة حكومة جديدة تكون قادرة على فرض سيطرتها على السيادة وتحقق لليبيا الاستقرار. لكن المدهش هنا وإحنا بنتكلم على ملتقى حوار جنيف، أنه لا أحد في من تحدثوا من المرشحين للمجلس الرئاسي أو الحكومة جاب سيرة المرتزقة ولو بكلمة واحدة حلفة. عند هذه النقطة اسمح لي بالسؤال الأخير يا أستاذ خالد، لأنه حضرتك يعني ركزت على هذه النقطة وأنا أحييك الحقيقة، لأنه يعني ربما تكون هي صلب الأزمة بشكل أو بآخر. إذا يعني الحل من وجهة نظر حضرتك صعب أم ممكن، وفي إطار الفكرة المتعلقة بالمرتزقة والميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية إلى آخر هذه الأزمة الحقيقية، كيف يمكن حلها وإخراجهم؟ مش هيخرجوا، الاتراك هيخرجوا بثمن وهيخرجوا بدم، وانا يعني المعلومات والشواهد كلها بتقول انه في حرب قادمه، القاهره بتسعى قدر الممكن لدرعها وابعاد شبح التقسيم على ليبيا، لكن هناك حرب قادمه لانه زي ما قلت هيفهمونا الى لغه القوه. نعم،
بشكرك شكر جزيل على هذا التحليل أستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، وده كان طرح حضرتك ورأيك وتحليلك اللي بنتحول منه لرأي آخر. أتمنى أن يكون يعني مختلف معه، ربما ليس فقط لإثراء النقاش ولكن أيضا البحث عن حل. بشكرك شكر جزيل أستاذ خالد محمود، وبتحول لي الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص أيضا في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار تحياتي لحضرتك ومرحبا بك، وإذا كنت استمعت الجزء من تحليل الأستاذ خالد محمود فملخصه أنه الأزمة الحقيقية في ليبيا الآن هي أزمة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية اللي يمكن أن تعوق الاتفاق أو الوصول إلى الانتخابات في نهاية العام. إلى أي مدى ده حضرتك بتتفق معاه أو يمكن الخروج منه؟ هذا طبعا صحيح ومؤكد، والأهم منه وأعتقد أن هذا هو الجاري الآن إيجاد سلطة موحدة يمكن التفاهم معها حول الكثير من المشاكل، وعلى رأسها وجود المرتزقة والميليشيات والجماعات المسلحة. يعني ظلت المشكلة منذ سنوات تكمن في عدم وجود سلطة موحدة أو رأس واحد يمكن التحدث معه وإلزامه بالقوانين والمعاهدات، سواء الإعلان الدستوري في الداخل الليبي أو المعاهدات الدولية. كل هذه المعاهدات والاتفاقيات والدساتير والقوانين تمنع حمل السلاح خارج نطاق القانون. هذه مشكلة كبيرة طبعا، ولم يتمكن أحد من حلها بسبب أن هذه المجاميع لا يوجد ضابط ولا رابط لها، ولا توجد سلطة موحدة مسؤولة عنها. في شمال غرب ليبيا على سبيل المثال، حين تتحدث عن المرتزقة، هناك جانب منهم في الوقت الحالي مع ميليشيات من مصراتة، وجانب آخر مع ميليشيات من طرابلس، وجانب ثالث مع ميليشيات من الزاوية، وجانب رابع مع ميليشيات من الزنتان. إذا حين تتحدث عن المرتزقة تتحدث مع من؟ مع قادة ميليشيات؟ هذا طبعا لا يجوز ولا يؤدي إلى نتائج. مطلوب أن تكون هناك سلطة موحدة، شخص واحد يمكن أن يتفق مع دول إقليمية أو مع المجتمع الدولي على خطة لإخراج المرتزقة وخطة لتفكيك الميليشيات ومحاربة الجماعات الإرهابية. في هذه الحالة يمكن حل المشكلة الليبية، ويمكن التعامل مع جذور المشكلة. لهذا المفاوضات التي رعتها القاهرة وجرت في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي جنيف، أعتقد أنها كلها تبحث عن إيجاد سلطة موحدة حتى يمكن التفاهم معها وإلزامها بالتزام القانون والدستور والمعاهدات الدولية، ومنها طبعا إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ومحاربة الجماعات الإرهابية. أستاذ عبد الستار، إضافة للكلام اللي حضرتك قلته، يعني هل من متغيرات إقليمية أو دولية جديدة أو يمكن أن تستحدث أو متوقع أن تحدث يمكن أن تغير في هذه المعادلة الصعبة الخاصة بليبيا؟ شوف، لابد من الوضع في الاعتبار التحركات المصرية التي جرت في شهر يونيو الماضي. أنا في رأيي هذه التحركات مهمة للغاية، وهي السبب في خلق هذا الزخم الكبير والواسع على الصعيد الدولي والإقليمي لحل المشكلة الليبية. طبعا الأمور في السياسة، خاصة السياسة الخارجية، لا تجري بشكل مباشر أو يعني الإنجاز على دفعة واحدة. الأمر يحتاج إلى خطوات وإلى خلق رأي عام وإلى خلق زخم عام. هذا الرأي العام وهذا الزخم العام في الوقت الحالي أصبح موجودا، ويتركز على ضرورة إيجاد سلطة موحدة، الحفاظ على وحدة التراب الليبي، إخراج المرتزقة، تفكيك الميليشيات، محاربة الجماعات الإرهابية، تفويض المؤسسات الدولية. كل هذا الزخم جاء من خلال التحركات والمشاورات ما بين الإخوة الليبيين سواء في هذه العاصمة أو تلك. أستاذ عبد الستار الحقيقة أنا بشكر حضرتك شكر جزيل، وبعتذر لأنه صوت في نهاية الاتصال بدأ يعني يضعف قليلا. أستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، بعد أن نتابع تقرير حول تطورات المشهد الليبي نعود إليكم ورأي ثالث في الاستوديو مع الأستاذ أحمد إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، ربما نجد لديه طرحا آخر حول الأزمة الليبية، ونعود إليكم بعد هذا التقرير.
في إطار أكبر جهود من أجل إرساء السلام في ليبيا منذ سنوات، أجرى المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة في سويسرا جولة اقتراع أولى لاختيار أعضاء مجلس رئاسي ثلاثي وطني لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات عامة مرتقبة في ديسمبر القادم. وقد قام 75 مندوبا مشاركا في المنتدى تم اختيارهم من جانب الأمم المتحدة ليمثلوا مختلف الأطياف السياسية الليبية بوضع بطاقات الاقتراع في 3 صناديق تمثل الأقاليم الثلاثة في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا. ومن المقرر أن تعقد جولة اقتراع ثانية بسبب عدم حصول أي من المرشحين 24 على نسبة 70% اللازمة للفوز بمنصب المجلس الرئاسي. والمناصب 3 التي يجرى الاقتراع بشأنها في مجلس الرئاسة هي رئيس ونائبان له، ستمثل أقاليم طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. وكان المرشحون المناصب 3 قد ألقوا خطبا انتخابية دعا خلالها العديد منهم إلى المصالحة وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة المقدر عددهم بنحو 20,000 والذين ما زالوا على الأراضي الليبية. وبحسب الأمم المتحدة ستوكل إلى الحكومة الانتقالية مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى الانتخابات القادمة، مع سلطة الإشراف على الجيش وإعلان حالات الطوارئ واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان، كما ستدير عملية مصالحة وطنية. وكان الحوار الليبي قد أطلق في تونس في منتصف نوفمبر الماضي وأوكلت إلى المندوبين 75 مهمة وضع خارطة الطريق لتنظيم الانتخابات. من جديد لحضراتكم التحية مشاهدين الكرام، ونرحب بالضيف العزيز الذي انضم إلينا في الاستوديو حول هذا الموضوع. ربما اتفق رأيان على أزمة ليبيا في وجود المرتزقة والميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية. الآن ربما يكون لدى الأستاذ أحمد إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي رأي آخر يخرج هذه الأزمة أو يتوقع لها الحل القريب. نرحب بك من جديد يا أستاذ أحمد، وزي ما حضرتك سمعت يمكن الأستاذ خالد محمود والأستاذ عبد الستار حتيتا اتفقوا على هذه النقطة، أزمة ليبيا في وجود قوات أجنبية الآن. أزمة ليبيا في وجود قوات أجنبية، نعم أتفق معهم جيدا في هذا، ولكن أزمة ليبيا هو الصراع الدولي على شكل الحكم في ليبيا. هل العالم اتفق أن ليبيا تستقر أم لا؟ كان في تاريخيا 3-4 مواقف كان لابد أن العالم يستغلها لاستقرار ليبيا ولم تستغل. عندما تم انتخاب البرلمان الليبي في 2014 وكانت حكومة العالم معترف بها وهي حكومة المؤقتة، العالم رفض تسليح الجيش الليبي ولم يعترف به كجيش نظامي، مع ان البرلمان هو اللي معينه في هذا الوقت اللي كان فيه بيتم تهريبها للميليشيات المسلحة. الارهاب كمان موجود بشكل قوي جدا في بنغازي وفي ديرنا وفي كثير من المدن الليبيه. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه عندما قرر العالم اجراء اتفاقية الصغيرات المعيبة اللي حصلت في ديسمبر 2015، كان ممكن ان هو يعملها بشكل تبقى مرحله انتقاليه حقيقيه، ولكنه اختار الطريق الاصعب اللي هو رئيس مجلس رئاسي من 9 اشخاص، وهذا كان حتمي وهم غير منسجمين وغير متفقين، أدى إلى ما حصل بعد ذلك من هذه الانقسامات داخل المجلس الرئاسي وعدم الاعتراف بحكومة الوفاق من قبل البرلمان. دي تاني مرحلة. ثالث مرحلة اللي احنا بنتكلم فيها، الناس تناست ان في جنيف ما يجتمعون الآن لتحديد مصير المرحلة الانتقالية الجديدة بمجلس رئاسي ورئيس حكومة. الأمم المتحدة اختارت 75 شخص بدون معايير حقيقية، أو بمعنى أصح تم تسميتهم بدون، يعني الاختلاف عليهم كان كتير جدا مناطقيا، وكانت تريد ان تستبق الاحداث ويكون تعيين اعضاء المجلس الرئاسي من 3 اقاليم عن التصويت من خلال جميعا. عندما رفضت بعض الاقاليم اتجهوا للتصويت كل اقليم على حده. اللي حصل في جنيف ايه خلال اليومين اللي فاتوا عشان نقدر نقرا المشهد اللي هينتج عنه اخر يوم الجمعه القادم ده؟ مجلس رئاسي ورئيس حكومه. من المفترض ان هم دول اللي هيبقى القوه الشرعيه لغايه ديسمبر القادم حتى اجراء الانتخابات. تقدم للترشيح على منصب المجلس الرئاسي او كلمه رئيس المجلس الرئاسي عشان هو مجلس من 3 رؤوس، يعني من الشرق اقليم برقه، ومن الجنوب اقليم فزان، ومن الغرب اقليم طرابلس. من كل اقليم هيبقى فيه شخص مسمى باسمه رئيس مجلس رئاسي. بعد الثلاثه هيختاروا نائب رئيس ونائبين. اترشح 24 مرشح لهذا المنصب،
واترشح 21 مرشح لمنصب رئيس الحكومه، والمره دي الامم المتحده قررت ان الحكومه هتكون منفصله عن المجلس الرئاسي، مش زي ما حصل مع السيد فايز السراج ان هو يبقى رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومه، لا المره دي المجلس الرئاسي منفصل عن الحكومه. المرحله الاولى وهو ان كل اقليم ينتخب الشخص الممثل له في هذا الاقليم، بمعنى ان على سبيل المثال اقليم برقه تقدم قدامه المرشحين من المنطقه الشرقيه فقط وامام الاعضاء من بتوع اقليم برقه بس. على ال 24 طبعا موزعين على ثلاث اقاليم، يعني كل اقليم بيترشح عنه عدد، يعني بالظبط كده بيترشح عنه 8 اشخاص تقريبا. اللي حصل ان كان في شرط ان لازم اللي ينجح ياخد 70% من التصويت فيبقى ممثل هذا الاقليم وما يروحوش للمرحله الثانيه، ولا اقليم في الثلاثه قدر احد المرشحين انه ياخد 70% من التصويت. على سبيل المثال ان في اقليم طرابلس سيد خالد المشري اللي هو رئيس مجلس الدولة الأعلى والقاضي الإخواني يعني ده تحصل على 8 أصوات. السيد محمد الحافي ده رئيس المحكمة العليا في طرابلس تحصل على 5 أصوات. السيد إدريس القايد تحصل على 5 أصوات، ده إقليم طرابلس. إقليم برقة السيد عجلة صالح اللي هو رئيس البرلمان الليبي تحصل على 9 أصوات. السيد الشريف الوافي وهو عضو المؤتمر الوطني السابق تحصل على 6 أصوات. السيد محمد المنفي تحصل على 5 أصوات، ده أعلى 3 جابوا أصوات من الثمانية المرشحين. في إقليم فزان اللي هو إقليم الجنوب السيد عبد المجيد سيف النصر اللي هو كان سفير ليبيا في المغرب السابق ده تحصل على 6 أصوات، والسيد عمر بوشريدة تحصل على 5 أصوات، والسيد موسى الكوني تحصل على 2 وهو اللي كان عضو في المجلس الرئاسي السابق. طب اللي لوحة التصويت المجموعة 24؟ لا كل إقليم صوت للشخص المترشح، يعني 9 أصوات مثلا تخص المستشار عقيلة صالح من مش كام؟ من ال 74 صوت من كام؟ من 17 صوت وما يخص إقليم 17 24 زي ما حضرتك ذكرت اللي هم عدد المرشحين. لا دول ال 24 دول عدد الاشخاص التي مرشحين لهذا المنصب 24 شخص. لكن اللي قصدي اقول لحضرتك ان كل من 75 مثلا من 75 ولكن هناك شخص قدم استقاله وهناك شخص توفى تم تعيين اخر. أي يعني الان 74 شخص وليس الرقم 75. اللي مطلوب من الكام 70 في حدود ال 70%، احنا بنتكلم على انه مطلوب من حد ان هو يحصد على مثلا 50 صوت. لا يا فندم، بتوع المنطقة الشرقية بينتخبوا بتاع المنطقة الشرقية، بتوع المنطقة الغربية كانوا بينتخبوا بتاع المنطقة الغربية، وبتوع الجنوب بينتخبوا الجنوب. من ال 74 هذا لم يحدث. إذن نحن ننتقل للمرحلة الثانية. الأول النهاردة كان في كلمات استماع أمس والنهاردة لرؤساء الحكومة أو المرشحين لرئاسة الحكومة، تم سماحهم بالكامل حتى اليوم. اليوم مساء أو غدا سيتم انتخاب رئيس الحكومة من مجمع المجمع الانتخاب 74، برضو لو حصل على 70% هيبقى رئيس حكومة، إن لم يحصل على 70% ستنتقل العملية برمتها للمرحلة الثانية. إيه هي بقى المرحلة الثانية؟ الأرقام الخاصة برئيس الحكومة نفس حتى الأرقام الآن لم تعلن أرقام، لم تعلن أرقام لغاية قبل ما أجي لحضرتك على الهواء بأقل من ساعة. كانت كلمات رؤساء الحكومة للتعريف بنفسهم وتعريف بالبرنامج وتوجيه الأسئلة إليهم. تمام. لكن حتى الآن لم يتم انتخاب رئيس الحكومة، لم تصدر هذه الأرقام، ما فيش انتخاب. المرحلة الثانية، المرحلة دي فشلت ان حد يتحصل على 70%، واظن انها كذلك سيحدث مع رئيس الحكومة لان يتحصل احد على نسبة 70% ونسبة مبالغة فيها. سننتقل للمرحلة الثانية وهي ليس انتخاب من قلب ال 74 بقى كل اقليم على حدة، لا، ولكن الانتخاب هؤلاء المرشحين التي ذكرت اساميهم فيما يخص المجلس الرئاسي امام ال 74 عضو بالكامل، وستكون استفاني السيدة ستيفاني ويليزم هي الرقم 75 بديلا عن من تقدم استقالته. لو حد تخطى نسبة 63% سيكون مرشح او ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة القوائم، ودي المرحلة المهمة جدا اللي وضع طبيعي ان هم ينتقلوا، لان هؤلاء المرشحين للمجلس الرئاسي وهؤلاء المرشحين لرئاسة الحكومة يختاروا بعض، يعني واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الجنوب، ويختاروا معاهم رئيس حكومة، ويكون في تفاهمات ما بينهم ان رئيس الحكومة اللي هو يختاروه ده لو اختاروه من الغرب اذا سيكون رئيس المجلس الرئاسي من الشرق، والعكس صحيح، اذا الثلاثة اللي هيخشوا المجلس الرئاسي قرروا فيما بينهم ان رئيسهم هيبقى من الغرب يبقى العكس صحيح، هيختاروا واحد معاهم رئيس حكومة لكن شرطة ان يكون من يعني فكرة القوائم هي المرجحة أكتر يا أستاذ. خلال الأيام القادمة من هنا لغاية الجمعة سيكون هناك تقريبا في قائمتين أو ثلاثة. أنا أرجح أن هيبقى في قائمة برئاسة المستشار عجيلة صالح وعضوية السيد ده من الشرق رئيس مجلس النواب، وعضوية السيد خالد المشري من الغرب،
وعضويه السفير عبد المجيد سيف النصر من الجنوب ومعهم السيد فتحي باشاغا رئيس حكومه. انا ده توقعاتي، وهيكون في قائمه ثانيه هيبقى فيها السيد شريف الوافي من الشرق، وهيبقى فيها السيد محمد الحافي اللي هو رئيس القضاء الاعلى الليبي ده من الغرب، وممكن يبقى فيها السيد عمر بوشريزه او السيد محمود الكوني من الجنوب. تمام. ولكن في هذه الحاله يمكن ان يكون معهم رئيس حكومه السيد احمد معتج، او ممكن نلاقي مفاجاه ويبقى معاهم رئيس حكومه زي السيد فضيل الامين او معين الكيكي او هؤلاء من الشرق. اذا سيكون في هذه الحاله المرشح لمنصب رئيس الحكومه في القائمه الثانيه السيد محمد الحافي وليس السيد عموما. توقعات حضرتك مسجله في هذه الحلقه، وانا اثق في توقعاتك الى حد كبير. دي مش اول مره نلتقي، ومش اول مره يصح تحليلات حضرتك عن لكن لو عندنا وقت انا عاوز خبرتك لسه في وقت. بس طيب. هي الفكره انه الطرح اللي حضرتك بتقوله واضح انه احنا الحل هيكون بالقائمه، واضح انه في قائمه هيكون ليها حظ اكتر. طبعا في مجموعه من القوائم، وهيبقى في قائمه ليها الا ان تحدث مفاجات. انا احنا اتعلمنا ان الامم المتحده لما جت عملت اتفاقات الصغيرات كان في مفاجات، والسيد فايز سراج تم طرح اسمه في اخر 100 متر زي ما بيقولوا. تمام. وكان جميع المؤشرات بتتحدث عن ناس اخرين. اذا احنا منتظرين المفاجاه. طب افترض انه في حل والمفاجاه حتى لو حدثت هتكون برضو حل، هل عند حضرتك نفس المخاوف اللي طرحت مع ضيوف اخرين عبر الهاتف قبل قليل من تكرار ازمه اتفاق السخيرات بصوره اخرى رغم كل الاحتياطات على تجنبها؟ هو في محاوله ان انغماس اكثر المرشحين المجلس الرئاسي او لمنصب رئيس الحكومه، هم منغمسين في الازمه الحاليه، فوجودهم كمرشحين فهم اعلنوا اختيارهم لهذه الآلية او الموافقة على هذه الآلية، فرفضها بعد كده هيبقى شيء صعب جدا. دي نمرة واحد. لكن برضو ستبقى في ليبيا مجموعة من الأزمات، المرتزقة الأجانب، القوات الخارجية. احنا شفنا السفارة الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي قالها واضحة على القوات الروسية والتركية الخروج من ليبيا، ولم يتكفز على مرتزقة فقط. وإذا كان ده جزء من صلب أزمة ليبيا، هل تتوقع ما يعني توقع الأستاذ خالد يعني أنه تتكرر الحرب في ليبيا عن قريب؟ يعني في النهاية وجود مجلس رئاسي جديد ووجود حكومة وحدة وطنية سيخفف كثيرا من المشاكل، منها أزمة السيولة، ومنها تصدير البترول، ومنها الضغط على حتمية تنفيذ اجتماعات العسكرية 5+5 المهمة جدا اللي هي بتأكد على خروج المرتزقة وخروج الأجانب. ولكن الأزمة الليبية لن تحل في يوم وليلة. الأزمة الليبية هي أزمة وصراع دولي، لابد أن تتفق القوى الخارجية التي تدعم جميع الأطراف قبل الحل على الأرض. الحل على الأرض بسيط جدا، ولكن عندما يتفق اللاعبين الخارجيين في الأزمة الليبية، ودوت اللي أنا شايف أنه هياخد وقت طويل جدا. وليبيا بقى لها فترة رايحة على فكرة التقسيم الغير مباشر، وهو على غرار المشهد العراقي، ويمكن قلنا قبل كده من ده صحيح شهور حضرتك هذا المشهد اللي هي تبقى مناطق نفوذ طوال الوقت. خروج المرتزقة هياخد وقت جدا كبير جدا. توحيد الجيش في المنطقة الغربيه والعسكريه المنطقه الغربيه مع باقي الجيش الليبي بقياده المشير خليفه حفتر هياخد وقت طويل مش سهل. التوحيد النواحي المصرفيه، هناك دولاب عمل كامل حكومي منقسم الى حكومتين، حل بال حضرتك يعني قدام ليبيا عده اعوام حتى المديرين والاداره الوسطى، في وكيل وزراء طيب هنا وعشان وزراء هنا مدير هنا مدير هنا، كل ده توحيدهم محتاج وقت، وهيقابل برفض شديد من كل مدينه. الجهويه هتلعب دور الفتره اللي جايه، هناك بعض الصقر ما بين المدن والاخرى، هناك ما بين مصراته وطرهونه في المنطقه الغربيه، هناك ما بين مصراته وورشفانه، هناك ايضا الزنتان، هناك تداخل في اماكن كتير جدا، هناك عمليات قتل جماعيه تم رصدها، هناك شهداء من كلا الجانبين. طبعا عشان وقتنا يا استاذ احمد، الدور المصري ما ينفعش نغفله، وخاصه انه البعض بيرى انه الاجتماعات التي تنعقد الان في مصر في بوزنيقه او في الغردقه او في غيرها، بوزنيقه في المغرب عفوا في المغرب وفي الغردقة أيضا في مصر، أقصد يعني بتزيد من الدور المصري في مواجهة الأدوار الأخرى زي الدور التركي، فإلى أي مدى حضرتك شايف أنه ده ممكن يتم البناء عليه في حل الأزمة اللي أنا بس عاوز أفرق ما بين الدور المصري والدور التركي. الدور التركي هو دور غازي، عنده مطامع في الأراضي الليبية بإنشاء قواعد عسكرية، عنده مطامع في الاقتصاد الليبي، عنده مطامع نفوذ في التوسع و حلم الخلافة العثمانية. أما الدور المصري فهو دور واضح من أول يوم، مصر مع اختيارات الشعب الليبي، مصر لا تريد تقسيم لليبيا، مصر تريد ليبيا بلا إرهاب، مصر تريد أن يقرر الليبيون أنفسهم ماذا يريدون وما
سيذهبون إليه مصر ستوافق عليه. هذا دور المصر اللي أكده الرئيس أكثر من مرة. والقاعدة دي قاعدة سليمة في حال المشكلات يا أستاذ أحمد. شقيقة زي ليبيا إن أي تدخل مباشر عسكري أو غير عسكري أكيد هيقابل تاريخيا بالسلب، مش هيتنسي ده على مر السنين. مصر حريصة جدا وهي بتتعامل في الملف الليبي، بتحاول تتعامل مع جميع الأطراف، بتحاول تقرب بقوة طبعا من الأطراف العادلة الوطنية الليبية، وتحاول حتى الأطراف الأخرى تتحاشى الاحتكاك المباشر معها، ولكن بتتعامل مع الجنيب مع الجميع، وتحاول أن تكون على مسافة شبه واحدة حتى مع الجميع للوصول في النهاية خلينا نقول لشبه كيان دولة ليبيا. صحيح. الآن هناك مناطق نفوذ لا تخضع لسيطرة هذه الحكومة، ومناطق نفوذ لا تخضع لسيطرة هذه الحكومة، مناطق عسكرية تخضع هنا ومناطق عسكرية تخضع هنا. إذن نحن بنتحدث على مناطق مقسمة فعليا على الأرض، دولة ميليشيات. لكن يعني وسريعا يعني مش عاوز أقولها أيوه. بس عاوز أقول إن لا إحنا في ثواني قليلة، هل يمكن أن نتفائل ولو تفاؤل حذر بقرب حل المشكلة الليبية؟ لا أنا مش مع قرب حل المشكلة الليبية، ولكن وجود كيان حتى لو هاش لكن فكرة الحفاظ على فكرة الدولة ده في حد ذاته تقدر تبني عليه، لكن عدم وجود فكرة الدولة نفسها دي اللي تبقى يعني أزمة حقيقية عشان ترجع لها تاني، دي هيبقى فيها مشكلة. فوجود جسم شرعي مهما كان هذا الجسم في هذه المرحلة أفضل من حالة الضوابط، أفضل من عدم وجود هذا الجسم. أشكرك شكر جزيل، شرفتنا ويعني أفدتنا في الدقائق المعدودة اللي التقينا فيها بحضرتك. أستاذ أحمد إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شرفتنا وشكرا جزيلا لحضرتك. ألف شكر يا فندم. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من برنامج المشهد، على أمل اللقاء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.